عجيل صالح يصفهم حبوه بأنه أبو عجيل العجل، بل يصفونه بعجيل أبو العيلة. ولكن هل عجيل رجل حرب أو رجل سلام، أم رجل قبيلة أو رجل سياسة؟ تعالوا معنا لنتعرف على عجيل صالح، رجل كل شيء والذي تبنى كل المواقف. عرف الليبيون المستشار عجيل صالح ابن مدينة القبة وأحد قياداتها الشعبية الاجتماعية في أحلك أيام ليبيا والتي غيرت وجهها إلى يومنا هذا. الأخ القائد، لقد كانت منطقة القبة ولا زالت تشكل العمق الاستراتيجي للثورة ببدويتها التي نحتز بها وبأخلاقياتها، تمنحنا دائما كل أسباب القوة والعزة للاستمرار على مساركم، وكل سنة وأنت طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد ليظهر عجيل صالح مجدداً في عام 2014 بعد أن فاز بعدد أصوات متواضع جداً ناهز 913 صوتاً عن الدائرة الفرعية بمنطقة القبة. أصبح عجيل صالح بقدرة قادر رئيساً لمجلس النواب، وذلك إبان انعقاد المجلس بطبرق وانقطاع عدد لا بأس به من أعضائه. كان مجلس النواب بقيادة عجيلة ما بين منقسم وممزق بسبب ديمقراطية فريدة كان هو المشرف عليها. ماتي في أصدر، خليني كمل وبعد تالي يرد السيد الرئيس. أنت جيت اليوم من المقاطعين واللي جيت اليوم. أسمع سيدي. نعم. اللي يمثل مجلس النواب في الداخل والخارج وامام القضاء رئيس مجلس النواب. الجلسه وبكره كان ما اتفقتوا حنصدر القرار، وتعسف ولا مشكله. وكذلك مشادات ومشاحنات ومصادمات كان هو ايضا الشاهد عليها. الذين تاخذون في الدولار على كرش معلداش، على كرش واحد معلداش، على بنت واحد انا ابن برخه مش انت. فمجلس النواب كان معادلة صعبة ومعطلة في توازنات الأزمة الليبية بلاعبه الرئيسي عجيل صالح. وبسبب الاستحقاقات العديدة التي لم ينجح في الوفاء بها، مما أطال من أمد الأزمة الليبية، والتي لم تنجح حتى البعثة الأممية في وضعها على المسار الصحيح. عرف المتابع للمشهد السياسي عجيل صالح بعدة وجوه متناقضة. عرفه الليبيون بوجه رئيس مجلس النواب. مجلس النواب الليبي هو السلطة الشرعية الفعلية الوحيدة في ليبيا، ويجب التعامل مع هذه السلطة فقط. وبوجه عراب التدخل الخارجي والحشد للحرب. نضطر لدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا. ووجه السلام والتسويات. نحن نؤكد معه أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية. أنا أراهم على الحوار حيتم تعديل الاتفاق السير. ووجه القبيلة والمربوعة العامرة بأبناء عمومته ومريديه. وسنضع حقوقهم في الوزارات وفي السفارات وفي المؤسسات. شهر أفريقيا في الوطن ولا في حقوقهم. لطالما حاول وسعى عجيلة أن يكون رقماً ثابتاً في العملية السياسية، بل تنصل من كونه داعية للحرب بدعوى الخطأ. ولا يوجد إنسان محصوم من الخطأ. لم تجري الرياح كما يشتهي عجيلة في أغلب مسيرته السياسية، ولكنه اليوم وبحسب كثر يقف أمام الكثير من الاستحقاقات كمعرقل وصاحب تحالفات للظفر بمنصب جديد. فهل ينجح عجيل صالح في أن يحتل مكانة في المشهد السياسي الجديد؟ وأنتم بأي وجه ترون عجيل صالح؟ هل يملك حقاً من النفوذ ما يؤهله أن يكون زعيماً سياسياً في شرق البلاد وليبيا ككل؟ سؤال، هل هو صعب أم سهل؟ شاركونا التعليق.